لكن كل شخص يتم تعيينه في وزارة التربية من ضمن التعليمات يجب أن يخدم 5 سنوات ضمن القرى والأرياف. زين. فبمجرد أنه نتصارعوا على الملاك راح نشمل كل طبعا احنا بالتأكيد راح ناخذ حسب الحاجة. وأيضا عندنا ضوابط، يعني مثلا راح يعني اكو مراعاة يصير بهذا الموضوع 100%. يعني وزارة التربية دائما يعني تضع التسهيلات والمراعاة لكل الظروف، وهم يدرون. يعني احنا خلينا تعليمات وخلينا ضوابط انطيناهم امتياز اكثر من امتياز اللي على الملاك، هم يعني شاهدين عليها. نعم. موضوع الاجازه، موضوع الامومه، موضوع التنسيب، موضوع الدوام اللي خليناه 2 يوم بالاسبوع. هذين الامتيازات راح نخليها المحاضرين 2020. ومثل ما طلبوا التسويه يعني راح تراعون بها هاي المجال للمتعاقدين؟ لا، للملاك. مال للملاك راح يشملون حالهم حال الملاكات الاخرى. زين. يعني يفترض اللي ينشمل كلهم راح ينشملون بموضوع التسويات.